اسمي برنس عبد الغني محمد البسط، عشان اعمل عمليه لوالدتي. بعت محلي وبعت كليتي وبعت هدومي وبعت ذهبي، وشقيت لما قلت يا بس الحمد لله على الشقه اللي انا شقيته. دلوقتي كبرت في السن ومبقاش عندي حيل ان انا اشتغل، وبص العلاج اللي انا جايباه قد ايه، واخد بالك؟ انا كل اسبوع لي علاج ب 350 جنيه، واخد بالك؟ ساعات بجيبه قسط من الاجزخانه، وربنا يوقف لي ولاد الحلال. واشتغلت في الوسط السينما اللي نزلني فيه جوز اختي، بس انا اصلا شيف مطبخ شرقي وغربي، واللي علمتني الطبيخ والدتي، كانت بتشتغل طباخه عند البشوات والبهوات بتوع زمان، وهي اللي علمتني، كانت بتاخدني في اجازه المدارس في الصيف بتعلم منها. بس والدتي ما كانتش بتحب شغله الوسط، شغله الوسط متعبه، بس انا عشان وقعت على ظهري في قطر فبطلت مطبخ، بقيت اشتغل في الوسط. والحمد لله تعرفت في الوسط باخلاقي وادبي، والناس كلها بتحبني، وربنا يخلي الاستاذ ياسر جلال والاستاذه مها سليم والاستاذ احمد نور، ويخلي الناس الحنينه احمد حسن، زيزو، احمد هاشم، احمد عبد المحسن، واهاني ابو مليكه، المدام حنان مطاوع، المدام نيلي كريم. الناس دي كلها وقفوا جنبي، بيقفوا جنبي لما بعوز حاجه، بيقفوا جنبي، الله يبارك لهم. لو الاستاذه احلام حريه فرغالي هنا كانت وقفت جنبي، كانت اما بقابلها في اي شغل بتراضيني. الاستاذه عبله كامل ربنا يديها الصحه لما بتقابلنا في شغل بتراضينا. الاستاذه ماجده زكي، الناس الحلوه كلها. بس انا كنت طالبه معاش من الحكومه، والحمد لله مجلس الوزراء استجاب لطلبي واتصلوا بيا يوم السبت، ورحت يوم الاحد وقابلت الاستاذه منال ابو غيف وعملت لي الورق، وراحت متصله بالاستاذ احمد الدكتور احمد الزيني، وكلمني في التليفون وقال لها اديها نمرتي عشان اللهم صل على النبي يسوي لي موضوع التامينات اللي عليا. كان عندي محل وبعته، ما قعدش سنتين وبعته، فطلع عليا لغايه النهارده 29,000 جنيه. طبعا اجيبهم منين؟ فراحت الاستاذه منال ابو هيف عملت لي معاش لمده 6 اشهر كل شهر 400 جنيه، اروح اقبضهم من شارع مراد، هيتصلوا بيا اروح اقبضهم من الشهر الجاي، الله يبارك له. الاستاذ احمد قال لي هنحاول نسوي لك موضوع التامينات دوت، والله يبارك لهم، اهم استجابوا ليا، وربنا يعمل اللي فيه الخير. وبشكر كل الناس اللي بتقف جنبي، وبشكر كل الناس اللي بتحبني، والحمد لله. ربنا يكفينا شر الامراض، ويمتنا واضطراب السكه على رجلينا، ولا يحوجنا ولا يذلنا الجنس المخلوق يا رب. وربنا يخلي الناس الحنينه اللي بتقف جنب الناس الحلوه، وربنا يخلي الناس اللي بتراضي الناس، وربنا يكفينا شر الناس الجشعه، وربنا يكفينا شر اي حاجه وحشه يا رب بحق جهنم. والحمد لله انا كويسه، وما فيش حد كسر عيني باي حاجه ولا في بيتي. انا ساكنه هنا بقالي 15 سنه ايجار جديد، بدفع 400 جنيه ايجار، وبدفع علاج 350 جنيه كل اسبوع، وبدفع نور 300 جنيه غير الميه، ومفيش حد خبط على بابي وقال لي خدي طبق طبيخ. انا الحمد لله عايشه بستره الناس الحبايبي اللي بيبعتوا لي، وربنا يخلي اهل امي بيبعتوا لي، مش سايبني في حالي، ربنا يخليهم يا رب بحق جاه النبي، ويراضيهم ويديهم الصحه والعافيه، ويش كل اللي يقف جنبي ربنا يراضيه ويديله الصحه والعافيه ويكفيهم شر المرض. طب ايه هم الاعمال الفنيه اللي عملتها؟ لا كتير، هقول لك. من اول فجر الاسلام، بيت الطالبات، غرامه الميزه، العمر لحظه، كابتن هيمه، شيخ العرب همام، سجن النساء، حاره اليهود، افواه وانارب، عمر لحظه مع الاستاذه ماجده الصباح. اشتغلت في افلام كتير وحاجات كتير، بس الواحد بينسى. طب ابرز اللي اشتغلت معاهم النجوم وحبيتيهم يعني حنينين معاك؟ حنينين معايا استاذه حوريه فرغالي، اشتغلت معاها هي واشتغلت مع فنانه فيفي عبده في مسلسلين، مسلسل اللي كانت طالعه فيه صاحبه فرن، ومسلسل تاني كانوا طالعين غجر، كنت بعمل الزار، ومسلسل بتاعت الفرن كنت طالعه بضرب الاستاذه سميه الخشاب، ومسلسل تاني مش يعني كذا حاجه اشتغلتها، يعني ناس كويسة والحمد لله.
الحمد لله. أجر الكمبارسي بيكون كام؟ الصامت من 90 ل 120 أو 130 جنيه. ده لما يقبضهم من السمسار عشان في سماسرة بيجيبوا للمكتب، لأن الحارة بتبقى مليانة 100 نفر 120 نفر 150، وساعات بيبقى 300 و500، ساعات بيجيبوهم من تحت الكباري، ودول كلهم ما لهمش معاشات. يعني في واحدة زمان ماتت العربية وقعتها خارجة من المدينة، العربية كانت ماشية مسرعة دست وقعتها ماتت. طب بتشتغلوا كم ساعة في اليوم؟ 18 ساعة 19 ساعة، زمان كان 8-9 ساعات ويضيف لك. دلوقتي لو اشتغلت وقلت له ضيف لي نص يوم يقول لك لا ما تجيش بكرة. طب أخيرا إيه اللي بتطلبيه من الدولة؟ هو المعاش، والحمد لله إن مجلس الوزراء استجاب لدعائي، والله يبارك لهم في صحتهم وعافيتهم.